does. Okay. مين بهدروان؟ اوكي جنى، جنى حبيبة قلبي. جنى بن موي بن اكسلنتي اكسلنتي صحيح اكسلنتي مال موس اومينوس ماس اومينوس ممتاز يا جنى. اوكي استاذ سناء عيسى تفضلي. ديون دي وينها؟ راحت مش مبينة. هيدا هيا هيا. تفضل. في دون دي كي تال؟ نو هون احنا فوق فوق يا فوق هون كي كي أستا كومو كوال كوال إس صحيح. اوكي استاذه مي، استاذه مي اوكي اول مره تشترك معنا تفضلي. اي كي تال كومو كومو استاس ممكن تعيدي لي هون كي تال كي تال كي كي اي كي تال كي تال كومو استاس كومو استاس أستاذس كومو استا كومو كومو استا كومو تي كومو تي فا كومو تي فا ممتاز. حدا بده يكمل؟ ايه أستاذ لورين يلا يا لورين بس علي صوتك أستاذ لورين. تفضل أستاذ لورين يلا. كومو تار شو هاي تاردة؟ تراتا كومو تتراتا تراتا هو التعامل وفي لها معنى ثاني اللي هو التجارة لما تستعملها مع مصطلح ثاني مع اسم ثاني تعنى التجارة بالبشر لما يحكوا تراتا دي بيرسوناس يعني التجارة بالبشر التعامل بالبشر تراتا اس التعامل كومو تترات لا فيدا معناها النص الحرفي كيف تعاملك الحياة لكن هي انه كيف تتمشى معك الحياة كيف احوالك. اوكي كومو تترات لا فيدا هاي ك نوفيدادس نوفيدادس صحيح ك اي لا نوفو هاي مش عارفة اخر كلمة شو هي كي اي دي نويفو نويفو جديد بصيغة المذكر كي اي دي نويفو ما هناك ما هنالك من جديد كي اي نويفو او كم ما كون كونتاس كم كوين كم كوينتاس صحيح كوينتاس. شكرا يا اوكي استاذة زهرة ناخذ حتى تاني بليز استاذة زهرة تفضلي تفضلي أستاذ زهرة أستاذ زهرة الخالدي تفضلي أستاذة طب أستاذة كي نوفيدادس تفضلي كي نوفيدادس كي اي دي نويفا كي مي كوينتاس كي ماس كي اوندس كي اوندس صحيح يعطيك العافية شكرا. مين بعدها بيوم أستاذة ندى تفضلي. يلا يلا أديوس تاو أستا لويغو أستا برونتو أستا مانيانا أستا لا بروكسيما. برافو يعطيك العافية أستاذة عائشة أستاذة عائشة تفضلي سينيورة عائشة أدينا أدلانتي دي أولا أوكي من وين معليش من أستا لونس أستا إي لونس أستا إنتونسيف كوي ديت كوي داتي لحظة لحظة كوي داتي لحظة التلة بنوقف عندك كوي داتي كوي داتي كوي دادت
date. Qui date. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Okay. Ustedes, Walid, señor Walid. Adelante. Adelante. Presentarse. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? Me llamo. Mi nombre es Soy. Señor Jamal. Adelante, por favor. Señor Jamal. He contado, considerarlo. Conocerlo. Hajaja shway shway. Zakar en no kul harf yuntak. Bistitna el H. Conocerlo. Conocerlo. Anbalater. Cogesto. Gusto. ذكر إنه الج مع اليو مع الآ زي الج المصرية كي gusto. Gusto. Okay. El placer. مين بده يكمل؟ Señora Mariam. Adelante. يلا. El placer es mío. Nuestro, el placer es mío. El placer es mío, nuestro. El gusto es mío, nuestro. Encantado de conocer. No, la, nos, las. Un placer conocer. ¿De dónde eres? ¿Dónde es usted? Ya te que la hago, shukran. Señora Zainab, la gira, yani. Okay. Semana, día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. يعطيك العافية. إيه آخر شيء بيحكيهم دعنا أنت فتح الميكروفون كمليهم. أنا؟ في عندك أستاذة حنين. يعني إذا في حدا رفع إيده يتفضل. هلا رفعت. قولي يعني لأنه بقطع عندي النت وبرجع ففكرت حالي رافع إيدي ناسي إني ما رفعتها. يلا. بس حلوات يعني سهلات. Gracias. Yes. راحوا. لا يلا gracias de nada se no por favor sí sí no sí, sí. No por favor no por favor sí معناتها نعم no يعني لا por favor يعني إذا سمحت بعد إذنك أستاذة أحلى كلمات كلماتي أستاذة روان عنده سؤال إنه إذا ممكن قال تلفظي لها أيام الأسبوع أستاذ روان هلا برجع ألفظه إيه عندنا أيام الأسبوع هي لونس الاثنين مارتس ثلاثة ميركوليس أربعة خويبس فيرنس سابادو domingo. Ok, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lajdo en كل الايام تبدا تنتهي ب اس. وشغله ثالثه بعطيكم اياها كمعلومه اضافيه كل كافه ايام الاسبوع هي مذكره. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, كلها تاتي بصيغه مذكر. اوكي استاذه شمس عندها سؤال تفضل انا كنت عايزه اقرا لسه في عندنا قراءه هون هلا افتح هاي الصوره بدي شخصين مش شخص واحد لانه راح يكون حوار حطوا لك ما شاء الله واحد اثنين ثلاثة سبعة سبعة ما شاء الله الوقت بالله ثمانية صاروا أستاذي
تسعة. شايفين الصورة منيح ولا أكبرها شوي؟ شوي شوي أستاذي، مع أنه هي واضحة بس شوي، ما هي مشكلة إذا كبرتيها. هلأ منيحة؟ أي حلوة، منيحة منيحة أستاذي. Okay. بدنا شخصين يقرأوا، بما أنه 14 وحدة خلينا كل، بما أنه اللي رفعين عنا 10، نحن صار عنا 10. فإذا كل اثنين بيقرأوا أربعة، يعني كل اثنين بيعملوا لي سطرين، صاروا 12، صاروا 12 عندك هلا، 14 صاروا أستاذي. أوكي، بس أنا هون بدي أعمل معكم شيء جديد، إنه مش رح نلتزم بالنص. أوكي. يعني كل واحد بده يغير شوي، يعني مثلا أقول لك كومو ستا أستاذ، بيان يا أستاذ، بيان غراسياس، كومو سياما، مي يامو، بدكم تغيروا الاسم. أوكي؟ طبعا. وبدنا نغير الجنسية والعمر. طبعا. فتفضلوا هلا مين بده يبلش؟ أول شيء تتقدم الصفوف أستاذة رواند. رواند، ومين الشخص الثاني؟ لأنه واحد بده يقرأ على اليمين والثاني على الشمال. أستاذة حنين وأستاذة رواند، هدول أول شيء رفعوا إيديهم. أوكي، فإذا رواند وحنين. أوكي. يعني بتقرأوا واحد. نحاول إن شاء الله. أوكي، أنا بدي أبلش واحد. تفضلي. أوكي. أولي كوما إيستا أستاذ. أولا، أولا، الأب حرف الأ، هذا لاحظته مع كريم كتير منكم. حرف الأ تلفظوا لي إياه مثل لفظ الإنجليزي A، وحرف الإي هو الأ، الأ بالإسباني بتلفظوه بإي مثل الإنجليزي. فحرف الأ، حرف الأ اللي هو أول حرف بالأبيسيداريو، بأول حرف هو أ، أ مش أ مثل الإنجليزي. والثاني اللي هو هون الأ أو الأ يلفظ A. فإذا أولا مش أولي، أولا 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 كومو ستا موبيا كومو ستا. تفضلي. طيب شو بدنا، شو عم بحكي هون، شو عم بحكي؟ وتوقع من توقع كيف حالك يا حبيبتي؟ مرحبا كيف حالك؟ صح صحيح، بتذكر مش محافظ كام جميع الكلمات انا لسه. لا مزبوط مزبوط، بس من النص يعني انت عم تسالي مرحبا كيف الحال. اللي بدها ترد على مين؟ اللي حنين اظن الرد رواند. هيني يا استاذه رواند اول وحده. موبيا اي استاذ، ممكن اغيرها موبيا اي استاذ. موي بيان يا استاذ، صحيح. تفضلي. اوكي بيان غراسياس. كومو سي ياما، كومي سي ياما، مي يامو رواند اي استاذ، او سوي رواند. يعطيكم العافية، تمام ممتازين. يلا استاذة سناء عيسى واستاذة مريم تفضلوا. اوكي مي يامو، مي يامو كارلو، لا مي يامو سناء دو دين دو. استاذة مريم افتحي المايك. Do dende es ustedes. Ustedes. Ustedes la jamea. أنت بتحكي مع واحد أستاذ. مزبوط. Okay. أستاذة مريم إذا ما مالك موجودة خلص أستاذة سالمة خدي محلها. أستاذة سالمة. أستاذة سالمة يلا خدي محلها. تفضلي. ما سمعت، بعتذر منك، ممكن تعيديها؟ soy tunisiana gracias في صوت أطفال أنا عندي؟ صوت عنده الضجة عند أستاذ سلمى. أوكي يا تفضل أستاذ سلمى، ادخلي على غرفة لحالك بس كملي هالعمل. سوري تونسيانا
de la ciudad de María. Y estás. بلسنة لازم ترد عليها. Soy Palestina de Ramallah. Soy Palestina de Ramallah. Muy bien. Okay. أستاذة سوزان وأستاذة آلاء افتحوا المايكات. Bueno, tenga 50 años y usted. Okay. Okay. Tengo 26 años. ¿Cuántos años tiene? 50. I started with it. 50 años. Yeah. ¿Cuál es? ¿Cuál es su número? Número de teléfono. Muy bien. Mi número de teléfono es. Yeah, no importa. Yeah. Okay. Mi invitado. افتحوا المايكات. استاذة سالي دورة. طيب استاذة سالي. نمبر 13 صحيح؟ 13, 14, 14, 14 و15. اوكي. لماري. ماري. Tarde. Me numero di telefono telefones. 14, 14, 12. Ben hasta ligo. Hasta ligo. شو قرأتي أول كلمة؟ بين. No. آخر جملة. ممكن تعدي لي إياها؟ أوكي. هاستا ليغو. يا. إحنا شو قلنا بحرف الأتش؟ أستا. ما بيلفظ حرف الأتش. أوكي. يعطيكم العافية. كلمة سبيلا يعني. كلمة؟ سبيلا. بيولا اللي هي فوق على الشمال دي نص اي واحدة في المحادثة ايوه اللي هي رقم 6 بيوبيلا سوي اللي تحتها ايوه اللي تحتها بيوبيلا يستد سوي مكسيكانو هون بيقول انا مكسيكي دي لا سيوداد من مدينة دي بويبلا من مدينة بويبلا اي استاذ وحضرتك او وحضرتك دي المدينه يعني بيقول دي المدينه سيوداد هي مدينه يعني دي كي سيوداد ايريس من اي مدينه انت سيوداد هي المدينه استاذه هلا ضال العشر دقائق بتريدي تفتحي الاسئله يا ريت اذا في حدا اطلع على الفايلات اللي ارسلناهم لانه ابتداء انا نزلت الايادي وهلا كل مين بده يرفع ايده مشان سؤال تفضلوا استاذه سناء عيسى اول وحده يعطيك العافيه تفضلي استاذه رانيا في الملف الاخير اللي هو القواعد القاعدات أي واحد هذا اللي عرضته أنا هلأ؟ هو تفضلي شوفي بس أنا عندي في كم سؤالين أو ثلاثة يعني بكثير في عندي بس اللي هي في أول قاعدة اللي هي فيها البي الدبل أو بي في كلمة اللي هي توبي إنه بمعناها كان لدي صح؟ قرأتها أنا بهذا الفايل؟ بس شوي انزلي لتحت أظن لحظة لا مش في هذا لا لتحت شوي لا أنا في فايلين أنا أرسلت عندكم فايلين ثلاثة أرسلتي لنا أستاذة رانيا بس في فايلين في فايل أرسلته PDF بالإسباني وفي فايلين بالعربي
الفايل الثالث اللي بالمترجم بالعربي والكلمات بالإسباني. أنا الفايل الأخير اللي بسأل عنه اللي هو هلأ كنت عارفتي. هذا نفسه؟ نفسه هذا. أيوة هو. في اللي هي يستثنى من تلك القاعدة الأفعال اللي إريبيير وسيريبيير وفيبيير. لحظة. إربير سيربير فيبير. أيوة هو. هلا في عندنا في كلمة اللي هي توبي. 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 وفي عندنا استوبي. هلا الاستوبي لما نحط لها الاي اس صارت من الضمير اللي هي سير من الضمائر ولا ما هي؟ لحظه شوي، هذه هي نوع من تصريف الفعل في الماضي. اوكي، عندنا الفعل بالاساس هو الفعل ستار. اوكي لاحظي انت ستار ما فيها في الفعل الاساسي، ما في عندي حرف الباء. استوفي هي تصريف الفعل في الماضي. استوفي انا كنت. انا كنت. فلما بستعمل بما انه ما كان فيها الفعل، ما كان الحرف البي بالفعل الاساسي، لما بصرفها في الماضي بستعمل الاوفي. يعني الاي اس الاي والاي والاس ما لهم دعوه في السير في الضمائر. لا ما إلا داعي في الضمائر. يعني أنا قرنتها بينها وبين التوفي لما ترجمت معناها معناها مثلا توفي كان لدي، استوفي أنا كنت، بس لما شفت الإي إس الإي والإستا فكرت إنه من الضمائر السير. لا هو تصريف الفعل السير في الماضي. يعني هلا هون مثلا حاطين لك توفي بس للشخص المتكلم، جو توفي، أنا كان عندي. أنا كنت. بس مثلا إذا هو إل توفو، إيا توفو. يعني بنستعمل حرف البي بالتصريف للماضي، إحنا ما أخذنا تصريف الأفعال لسه. بس أنا قاعدة معينة إنه في حال الفعل ما كان يحتوي بحرف البي بالأصل، لما أصرفه بالماضي بستعمل البي إي. وأعطينا أمثلة. أوكي. في كمان كلمة اللي هي في القاعدة 2 بعد اللي هي فيها الأتش. في كلمة اسمها أسير. العمل. العمل اسم معناها؟ هذه فعل. ذكري إنه كل ما ينتهي بـ AR A R و E R هو فعل. كل ما ينتهي ب A R أو E R هو فعل. هذا فعل. معناها إيش العمل؟ أسير هو مثل الفعل. إحنا عنا الفعل ممكن تستخدميه كأنه كلمة فعل. أو أسير الفعل، وممكن تعمليها لعمل شيء.